ويبرك الساعات اللي به معي كنت بربعه زد من احز وقار واخوان شما في مخوت تفزع فيهم طمح مخوت جلسنا الحرام فيهم محط صاد ما صلنا ولاك ما يينا ولا معنا قرار وعزومنا لولاك فالطير طبعت نحرص على نقله ولو ما بخيار كم دحيث من شدة الطير قنا لكن حييت اللي نقل طيره وحار اللي من ذاته على الصيد قرعت من يوم قالوا له وعدنا في المطار ما باتوا عينه في منامه مهيعة لين استلم كرسيه وبالعلم استنار والطايل ما بعد طار الدرع وشغل الكبسي وحرك الاستدار خذها على ذاك المدرج وشلع طارت ولا خذها يمين ولا يسار ينحانها مصدف الريح اشبع حدد على التوجيه وجهة المسار شامت على حدود المطار والدعم نشهد انك حتى زايد يسار ونشهد انك نفس الجوده بعد لا ابدعت ونشهد انك شيخ بحزم وقرار سلام الله يلزمك.